اعمل لك ما فيش فلوس، بقول لك ما فيش فلوس، اغنيها لك ما فيش فلوس حلاوه، ما فيش فلوس حلولي. اقول لك ايه؟ نشفه نشفه زي الموت نشفه. يعني ايه لمبي؟ الله، ايه اللي يعني ايه لمبي؟ يعني مش انا اللي افسح مراتي على حساب عديل الغني؟ طب ايه رايك بقى ما انتش داخل المطبخ تاني؟ عشان انت كل مره تدخل المطبخ تقعد تاكل من الاكل من قبل ما اخلص. هدي امشي اطلع بره. الله، ما بره بره انت، احنا هتطلعينا من القنصل. على فكره انت بنية مفترية. اول مصحف لو ربنا اداكي هتدوس على زمامير الخلق كلها. اعوذ بالله. هات الخيارة، هات الخيارة بتاعتي وليا مقتدرية. حجر، عايزة يا نجم، عايزة يا بنت، عايزة انت، عايزة تتخانق على الصبح ولا ايه؟ وهخسر لك نافوخك. تعال الحين. طب بالراحة، طب اطلع بره. طب بالراحة، طب بره يا بنت، بالراحة بقصر. ما تعصبنيش انا بابو امي. والمصحف هخسر لك نافوخك. اقعد. قعدنا. اتفضل لي ارغي لوكلوك. انا عايز اعرف انت بتغير من محي عشان اغنى مننا ولا ايه؟ انا اغير من محي؟ ده انا غير من تحت باطي ولا غيرش منه، ده كفايه وشه اللي متراقب. افهم من كده ان انا مش هطلع المصيف معاك تتجوز اختي محي؟ لا، نطلع النجم، نطلع. انت مش عايزة نطلع المصيف؟ نطلع المصيف عشان يفضل يعاير فينا بقى في الطلعه وفي الدخله. الفيلا دي ب 7 مليون ونص و59 كرش. انتوا رحتوا للدكتور ولا لسه ما رحتوش؟ انتوا باين عليكم مش هتخلفوا خالص. بني ادم سائل ورزيل والتبته بتبوظ من وشه. سبحان الله، سبحان الله في رزقه، اللهم لا اعتراض. بني ادم ربنا مديله المال والبنون، ما فاضلش غير انه يديله يوسف شعبان عشان يقفل المسلسل. والنبي انا عايز اخلف عيال على ايه؟ عشان يشوفوا عقد وجنان ابوهم؟ الا ما مره طلبت منك طلب الا ولازم تعجن عليا. يا نوجا بس بقى. خلاص، طب بقى ما تعيطيش بقى نوجا بقى، ما انا مش حرمك من حاجه يا نوجا اهو. الله، قلت لي عايزه لبس، خدتك لاشيك مناطق عشوائيه في البلد وجبت لك لبس اي ست تحسدك عليه في الدنيا. جبت لك شقه بص لحيطانها، بص للسقف، لوحه فنيه مرسومه. فنكخ نفسه ما يعرفش يرسم الرسمه دي، لان ده الكخ نفسه. يا بنت فواق بقى، والنبي اللي يسمع كده يقول ما عايشني في لندن. والنبي اخلعي البتاع ده يا نجلاء. يا بنت اهدي بقى، ما تسمعيش كلام حد بقى. اختك المبجله اللي بتجيلك دي مش هتنفعك، فاكره نفسها قصر في دور ده لي. مالكش دعوه باختي. ولعي بيها، انا هقول لك اكتر من كده ايه؟ ابلعوا بعض يا ستي، ابلعوا زي القطط. انتوا بصوا زي القطط، والمصحف زي القطط، تاكلوا وتتكرعوا. بتكرع؟ ايوه بتتكرعوا. انا بتكرع يا لمبي؟ ايوه بتتكرعي، وكلمه ثانيه هكرعك بره. الله يخرب بيت المصحف على عايزين يروحوا. لا، هاتي الام النضاره دي، النضاره دي هي اللي مبوظه علاقتنا، مفيش نضارات تاني، خلاص. هم 2500، 2000 هنركب بيهم سرير بدل السرير ابو جرده ده، وال 500 التانيين هظبط لك بيهم المخدات بتاعت المناخير دي عشان نفهم بعض، نفهم بقى، يبقى في كابيلتي بينا احنا الاثنين. مهم الكابيلتي. الله، حرام عليكي. طب يا لمبي. ما خلاص يا نجلاء بقى، قلت خلاص هنزل اشتري السرير دلوقتي. السلام عليكم. عليكم السلام. كل سنه وحضراتكم طيب. طيب الله يخليك. مصلك والله، انا عندي سرير بس لازق في رجله جبل كده، فهل ممكن تشنج؟ لا، مفيش تشنج عندنا والله. مفيش اي؟ لا 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 لا. طب في عندكم سراير؟ موجود ان شاء الله. طب ممكن تقول لي فين عنبر السراير؟ عنبر؟ قصدي قسم سراير. عندك كده على اليمين. يمين كده؟ يمين كده. طب انا متشكر جدا. شكرا. سراير حلو ما بتزيقش؟ لا ما بتزيقش بجد والله. ان شاء الله. بس انا ما بحبش اللي بيزيق بيفضح في الحكايه. خد البرشام ده هيريحك لغايه ما تجيلي المستشفى وتدخل على قسم الاعصاب عدل. حاضر، بس شوف الحل ارجوك. انا العيال ابتدت تخاف مني في البيت، اعمل ايه؟ اسيب البيت؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ثانيه واحده بس اتكلم مع الدكتور. يا دكتور. طب انتوا عندكم سراير في العياده؟ لحظه واحده من فضلك، لحظه واحده. حاضر. خلاص يا دكتور، اعتبر المكان مكانك، تمام؟ والكرسي خلاص اتحجز باسم حضرتك. تمام. حلو السرير ده، كاتم للصوت، وده اللي هيبقى في العنتابلي.
امرني. ربنا يخليك. الله يخليك. والنبي بس عشان انا يعني بفزع شويه من الحركه دي، هل انت كنت واقف مع الدكتور الف لا باس شعر عليك؟ كنت بخصوص البق ده؟ عيان. الف لا باس شعر عليك. الحمد لله. بقول لحضرتك ايه النبي؟ هو السرير اللي هناك ده كم هذا السرير؟ ده؟ 4500 جنيه لحد البيت. وحساب العربية عليك، يعني كله 4800 جنيه. لا لا لا، مش عايز، الناس حاجة أوطى من كده، يعني حاجة أوسخ من كده شوية. في ده 900 جنيه بالمشال. ده حلو قوي ده، ده أنا جربته. حلو؟ أنا جربت ده، عملت كده وكده فكت من الصوت. ما شاء الله. بكام حضرتك؟ 900 جنيه بالمشال. لحد البيت بالمشال. اه. طب لو أنا جيت شلته من هنا يبقى بكام؟ ب 800 جنيه. طب لو أنا جيت نمت عليه هنا بكام؟ والله انت ظريف جدا. حلو قوي. ضحكتك عسل والله. بقول لك مره واحد دماغه مشغوله قال له فين وتصل تاني.